سلام الله عليكم مشاهدينا ورحمته وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من قضايا وآراء. قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إن حكومته لا تريد إذكاء التوتر مع الصديقة روسيا، وذلك بعد يوم واحد من إسقاط تركيا طائرة روسية مقاتلة قرب الحدود السورية التركية، غير أنه بعث برسالة تحذير صارمة لروسيا قائلا إن الهجمات على التركمان لا يمكن شنها بذريعة قتال تنظيم الدولة، مشددا على أنه لا يمكن إضفاء الشرعية على الهجمات بتلك الحجة. من جانبه أكد رئيس تركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تريد تجنب التصعيد مع موسكو، مؤكدا أن بلاده تقوم فقط بالدفاع عن أمنها وحق شعبها ولن تسكت عن أي انتهاك في المستقبل. على الجانب الآخر، الرد الروسي جاء بردود أفعال اتسمت بالتصعيد، بدأت بقصف شمال سوريا على الحدود التركية ووصلت إلى قطع الاتصال العسكري بتركيا وتحجيم التعامل الاقتصادي معها. كما أعلن وزير الدفاع الروسي أن البارجة موسكو قرب اللاذقية ستتصدى لأي خطر على طائراته، فيما ستنشر منظومات S-400 الصاروخية للدفاع الجوي. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن من جانبه أن الحادث ستكون له عواقب وخيمة على العلاقات مع تركيا، متهما أنقرة بدعم الإرهاب والاستفادة من النفط المهرب من تنظيم الدولة. يرى مراقبون أن إسقاط الطائرة الروسية ليس ضربة في الظهر لبوتين ولا لروسيا، وتركيا غير معنية بالتدخل العسكري في سوريا ولا محاربة روسيا على الأرض السورية، فهذا شأن المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن. وطلب تركيا اجتماعا طارئا لحلف الناتو بعد إسقاط الطائرة الروسية على الحدود التركية ليس لأن تركيا تريد توظيف الناتو لدعم تركيا فقط، وإنما لإرسال رسالة إلى روسيا بأن الحدود التركية لها من يدافع عنها وليست مثل الحدود السورية، حيث استغلت روسيا أكذوبة حربها على الإرهاب لتوسيع نفوذها وبناء أمجاد قيصر يعاني من فشل الاقتصاد الروسي في الداخل. إسقاط الطائرة الروسية هل تدفع بوتين لإعادة حساباته والتراجع عن سياساته، خاصة في ظل ما يقال من أن أمريكا وأوروبا نصبت له مصيدة بسوريا بعد رفض الكنائس المسيحية الشرقية والغربية الحرب بينهما على الأرض الأوكرانية؟ مشاهدينا، للحديث في هذا الموضوع أرحب بضيفي هنا في الاستوديو، كل من السيد محمد قواص الكاتب والإعلامي، أرحب بك سيد محمد، وأرحب أيضا بالدكتور محمد رمضاني أستاذ العلوم السياسية ودراسات المستقبل، مرحبا بك. مازن رمضاني وليس محمد رمضاني. مازن، نعم. أنا قلت محمد المعذرة. على كل حال دكتور محمد قواص وليس سيد محمد قواص لسورة الدكاترة. على كل حال أهلا بكما ضيفي العزيزين. لو بدأت معك سيد محمد قواص، يعني إسقاط الطائرة الروسية من قبل تركيا، هل تعتقد بأنه جاء عرضيا أم أنه له خلفيات وإرهاصات من قبل؟ لا نعرف تفاصيل تقنية حول الموضوع، لكن واضح جدا أن العذر التركي المقدم بأن الطائرات الروسية اخترقت المجال الجوي الروسي، أولا تقنيا هذه ليست المرة الثانية، ثانيا على المستوى الاستراتيجي روسيا اخترقت الفضاء الأمني الروسي، عفوا الفضاء الأمني التركي من خلال عمليتها في روسيا. يجب الانتباه أن العالم احترم نوعا ما وجهة نظر روسيا عندما تحركت في جورجيا، تحركت في الشيشان أو تحركت في أوكرانيا. كان العالم لديه موقف في الموضوع الأوكراني، لكن على الأقل على المستوى الاستراتيجي كان بالإمكان فهم أن أوكرانيا تمثل فضاء أمنيا استراتيجيا لروسيا يجب على الأطلس عدم اللعب به. هذا تماما ما يحصل بالنسبة لتركيا. تركيا تعتبر أن سوريا هي جزء من فضاء استراتيجي وعليها فعلا أن تتحرك إذا كان تم اختراق هذا الفضاء الاستراتيجي من خلال الحركة الروسية. واضح جدا أن العمليات الروسية في سوريا بدأت في ميدان معين يريد ضمان حماية الجغرافيا التي يسيطر عليها نظام بشار الأسد، لكن بعد ذلك تقدمت هذه الضربات باتجاه الحدود التركية. وطبعا الأتراك يتحدثون عن التركمان في سوريا وأنهم عددهم 200,000 وهم أقلية، وهم يدينون بالولاء تاريخيا وعشائريا وعائليا لتركيا، وأن الطائرات الروسية وقوات النظام في دمشق تتقدم باتجاه هذه المناطق، وبالتالي تركيا شعرت أن فضاءها الاستراتيجي بدأ مخترقا
وأن المحادثات الدبلوماسية التي كانت إما عبر التحذيرات وإما من خلال اللقاء الأخير في اجتماع قمة الجي 20 في أنطاليا، واضح أن موسكو لا تريد أن تسمع، وأنه كان إسقاط هذه الطائرة رسالة واضحة تركية بوضع حدود للعملية الروسية في سوريا. طيب دكتور مازن رمضاني، يعني إسقاط الطائرة هذا، نحن يعني قيل كثيرا حول التقنيات والموضوع العملياتي، لا نريد البحث فيه، ولكن يعني كان هناك خرق روسي عدة مرات للحدود التركية كما تفضل السيد محمد، ولكن تركيا ردت اليوم، هذه المرة أقصد منذ يومين. لماذا تركيا قررت في هذه اللحظة؟ هل الأمر متعلق فقط بالتركمان والهجمات التركية على الروسية، العفو، على التركمان في سوريا؟ نعم. ابتداء شكرا جزيلا على الاستضافة، تحياتي لك وتحياتي للأخ الفاضل دكتور محمد وإلى المشاهدين الكرام. عندما نتكلم عن تركيا الآن ينبغي أن نفرق بين تركيا قبل الانتخابات وتركيا بعد الانتخابات. تركيا قبل الانتخابات كانت في وضع يعني سياسي أقل ما يمكن القول عنه أنه غير مستقر. الآن بعد الانتخابات الوضع اختلف، ونحن في العلوم السياسية ودراسات المستقبل ننطلق من معادلة مفادها العلاقة الطردية بين الفاعلية الداخلية والفاعلية الخارجية. بمعنى كلما كانت الفاعلية الداخلية وطيدة، كلما انعكست هذه الفاعلية الداخلية الوطيدة على الفاعلية الخارجية بمثل واقع الفاعلية الداخلية. تركيا تشعر بعد الانتخاب أنها أضحت قوية، وبالتالي هذا الشعور انعكس على الفعل السياسي الخارجي الذي تجسد مثلا في إسقاط الطائرة الروسية. إسقاط الطائرة الروسية أنا من منظور علم السياسة أراه حق من حق أي دولة تخترق حدودها الجوية، وبالتالي القول أن تركيا لم تتصرف تصرفا قانونيا هو قول باطل حقيقة. من حق أي دولة عندما تخترق الحدود الجوية أو غيرها من الحدود أن تتحرك ضمانا ل أمنها. الحدود هي خط فاصل بين أمن هذه الدولة القومي وأمن دولة أخرى، وعندما تخترق الحدود تخترق السيادة، يخترق الأمن، يخترق المجال الاستراتيجي الأمني إلى آخره إلى آخره. إذن نستطيع القول أن شعور أردوغان أو تركيا بالقدرة على الفعل هو الذي دفع إلى إسقاط الطائرة الروسية، علما أن الطائرات الروسية كان قد سبق لها أن اخترقت الحدود الجوية التركية مرات ومرات، ولكن بسبب الواقع الداخلي آنذاك التركي لم تتصرف تركيا مثل ما تصرفت قبل أيام. ناهيك عن مسألة أخرى أخي الفاضل، تركيا قوة إقليمية لا يستهان بها في المنطقة، يعني في منطقتنا أو في منطقة الشرق الأوسط هنالك صراع بين مشاريع، هنالك صراع بين قوى، نحن خارج هذه المشاريع والقوى لأننا لا نتوافر على مشروع حضاري نهضوي مثل بقية المشاريع المتصارعة في المنطقة. ولأن تركيا قوة إقليمية فاعلة ومؤثرة، إذن هي تتصرف لتأكيد هذه يعني تأكيد هذا الواقع كقوة إقليمية ممثلة، حتى وإن أفضى يعني هذا التصرف إلى لا أقول صراع مع قوى أخرى، ولكن إلى حالة من حالات التوترات مع دولة أخرى. هنا ينبغي أن لا ننسى يعني أن إسقاط الطائرة الروسية يعني قد ينطوي على مخرجات، لكن هذه المخرجات باجتهادي
لن تفضي إلى صراع. سنأتي على هذه النقطة بعد قليل. أستاذ محمد قواس، يعني ذكرت قبل قليل بأن العالم أو الغرب احترم وجهة النظر الروسية في الموضوع الأوكراني أو الجورجي. لوحظ بعد إسقاط الطائرة بأن تركيا حاولت تهدئة الموقف، فيما روسيا سعت إلى التصعيد. هل هذا يشير إلى أنه المجتمع أو الغرب أو الناتو حليف تركيا لم يقف معها الموقف المطلوب؟ أولا، هناك طائرة سقطت وبالتالي هناك خاسر ومنتصر في هذا الحدث. تركيا تشعر بأنها يعني سيطرت على زمام المبادرة وأنها أسقطت هذه الطائرة، وبالتالي على تركيا أن تقوم بالتهدئة، طبعا على روسيا لأسباب داخلية أن تصعد، وأن نسمع ما قالوا فلاديمير بوتين أو ما قالوا سيري لافروف وزير الخارجية حول أن لتركيا يعني سياسة إسلامية وأنها تريد أن تدعم داعش وإلى آخره. طبعا كان هناك رد من اليوم أعتقد من الرئيس التركي. نعم. هاي أولا. ثانيا، واضح جدا أن تركيا تريد أن تنهي هذا الحدث هنا. يعني المقصود مما حصل هو رسالة تقول أن الفضاء أو الساحة التي تتحرك فيها روسيا في سوريا لم تعد مستباح، وأن تركيا التي هي جزء مؤسس أيضا من الحلف الأطلسي هي تملك يعني حتى بالقانوني هناك علاقة ما بين الأطلسي وتركيا، هناك دفاع مشترك في هذا الشأن، وأن الموقف الأطلسي كان موقف مهادن ليس متراجع، وأن رسائل بوتين على أقل المشروع الأمريكي الرواية الرسمية الأمريكية تقول أن الطائرة الروسية دخلت الأراضي التركية، وبالتالي كان هذا دعم سياسي من الإدارة الأمريكية، علما أنه كمان رويتر نقلت عن مسؤول أمريكي رفض ذكر اسمه بأن الطائرة أسقطت في سوريا وليس في تركيا. وأنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل الجغرافية، لكن يعني يجب أن ننتهي إلى خلاصة، سواء أسقطت في تركيا أو في سوريا، تركيا أرسلت رسالة إلى موسكو ممنوع العبث في هذه المنطقة، لا سيما أن هذه المنطقة هي منطقة طموحة بالنسبة لتركيا في مشروع الطموح في إنتاج هذه المنطقة لمزروعة السلاح. ولذلك ردت روسيا بقصف وربما لأول مرة مناطق حدودية مع تركيا، ربما تحاول جر تركيا برأيك إلى هذا الصراع. هي تحاول، لا أعتقد أنهم يريدون جر تركيا. أولا يعني مجرد جر تركيا إلى الصراع هذا معناته جر روسيا إلى صراع مع عالم إسلامي طويل عريض، وبالتالي يعني لا يريدون الدخول في هذه الفوضى. هناك طبعا نكسة داخلية في تركيا في روسيا، وعليه أن يعوض هذه النكسة بتصعيد عسكري كل ذلك. لا أعتقد أن الأتراك أيضا بصدد التصعيد، لأنه كمان رئيس الوزراء التركي عندما تحدث أن روسيا يعني هي دولة صديقة وعلينا أن نحافظ على علاقاتنا. الرئيس بوتين يتحدث عن يعني قطع علاقات عسكرية، وهذا ليس شيء حيوي، وأن هناك بعض العقوبات الاقتصادية تتعلق ب 3 مليون أو 4 مليون سائح. اليوم الأخبار تقول أن الوكالات السياحة الروسية لن توقف رحلاتها إلى تركيا، وبالتالي الموضوع له علاقة بالاستهلاك في خلال الساعات القليلة المقبلة. لا أعتقد أن روسيا لديها مصلحة في التصعيد والصدام، وواضح جدا الأطلسي ليس لديه هذه المصلحة، خصوصا المعركة الأولى حاليا سواء شرقا أو غربا هي ضد داعش وليس ضده. نعم. دكتور مازن رمضاني، يعني النقطة التي تحدث عنها سيد محمد قواس وهي تصريحات بوتين يوم أمس كانت لافتة، بأنه الحكومة التركية تسعى نحو أسلمة المجتمع التركي أو تركيا منذ سنوات. يعني هذه شعر كثيرون وكأنها رسالة يريد أن يوجهها بوتين إلى جهة ما، ربما إلى حلفاء تركيا، للانتباه من تركيا أو لشق الصف التركي بين تركيا والناتو. لا، أنا لا أميل إلى هذا التفسير. يعني أسلمت المجتمع التركي، هو المجتمع التركي أصلا مسلم، يعني الأكثرية مسلمة، وبالتالي ماذا يقصد بأسلمت شيء المجتمع التركي؟ هو تعبير غريب أن يأتي من رئيس غير مسلم. غير مسلم بالتأكيد. نعم. يعني كان حتى مثار استهزاء الكثيرين. طبعا، ولهذا السبب يعني المرء لا يستطيع أن يتفق مع بوتين
بهذا القول. حقيقة أنا أتفق مع أخي العزيز الدكتور محمد في عندما قال أن الحركة التركية والحركة الروسية تتأثر بالواقع الداخلي يعني. وفعلا هي تتأثر بالواقع الداخلي، الواقع الداخلي الروسي يطالب الرئيس الروسي بأفعال من النوع الصلب، كذلك الحال بالنسبة إلى الرأي العام الداخلي التركي الذي يطالب أردوغان بالتصرف على ذلك النحو الذي يؤكد أن تركيا قوة إقليمية. نحن الآن أمام حالة تكاد تكون فريدة في الصراعات الدولية، يعني من منطلق الصراع الدولي عادة الصراعات الدولية تتم أما بين دولة عظمى وإحدى دول عالم الجنوب، ونادرا ما تحدث بين دول كبرى عالميا ودول كبرى إقليميا. ما يحصل الآن هو ليس صراع بالمعنى الصراع، وإنما هو يعني توتر أنا أراه طارئ، أنا أراه طارئ، لأن العلاقات الروسية التركية وطيدة حقا يعني على شتى المستويات. قطع العلاقات العسكرية هو تعبير، هو فعل من الأفعال التي لا ترتقي إلى مستوى الحرب أو التهديد بالحرب أو حتى الحرب المحدودة ولا حتى إلى الردع. هو موقف، هو فعل يراد به احتواء الضغط الداخلي. روسيا الاتحادية تدرك أن ولكن هل ستستطيع ابتلاع روسيا، هل ستستطيع ابتلاع مثل هذه الضربة أو الهزيمة مثل ما قال سيد محمد؟ لا تستطيع، هي سوف تتصرف على نحو معين، لكن هذا التصرف لن يرتقي إلى مستوى الفعل العسكري لمخاطر ولكلفة الفعل العسكري من جانب روسيا الاتحادية. هي سوف تتصرف على نحو يعني يدخل ضمن الأفعال التي لا ترتقي إلى الفعل العسكري، قد تكون الأفعال سياسية اقتصادية تجارية إلى آخره إلى آخره. يعني عندما نتكلم عن فعل ينبغي أن نميز هذا مستويات هذا الفعل، يعني الأفعال مختلفة تبعا ل يعني الإدراك الذي ينجم عن هذا الفعل. حضرتك تعلم أن كل فعل هو عبارة عن ترجمة لإدراك سابق على الفعل. نعم. يعني روسيا الاتحادية الرئيس بوتين يعني هذا القومي البراغماتي في واقع الأمر، لأنه براغماتي لا يتصرف، أنا هكذا أجتهد، خارج حدود البراغماتية، ولأنه لا يتصرف خارج حدود البراغماتية هو لن يذهب إلى التصعيد الفعلي. نعم التصعيد اللفظي ممكن لإرضاء الداخل، وهناك مسألة أخرى لا يعني أرجو أن تسمح لي أن أشار إليها. الدول المؤثرة في النظام السياسي الدولي حريصة جدا على سمعتها وتفعل الكثير من أجل الارتقاء بهذه السمعة. إسقاط الطائرة الروسية هو ضرب للسمعة الروسية على الصعيد الدولي، وبالتالي بوتين سوف يعمل على يعني احتواء هذا الخرق للسمعة الدولية الروسية. يعني ضرب السمعة الروسية سيد محمد قواس، وبالتالي هل وضع حدودا لهذا المشروع الروسي القيصري البوتيني، سميه ما شئت، في التوسع في المنطقة؟ نحن نشهد تحالف اليوم، هناك حلف عسكري مع مصر، هناك وجود عسكري فعلي في سوريا، روسيا أصبحت تأمر لبنان بأن يعني يوقف طائراته، هناك ما يشبه التحالف مع الأردن مع الإمارات. هل هذا الحدث يضع حدودا لهذا المشروع الروسي؟ أنا أريد أن أذكر بما قاله رئيس بوتين بعد إسقاط الطائرة، أن هذه طعنة في الظهر. طبعا هذا كلام يعني بأي معنى، حضرتك مين عزمك على سوريا ومين دعاك إلى سوريا، ومن قال لك أن تركيا هي جزء من مشروعك حتى تقول أن هذه طعنة في الظهر؟ وواضح جدا أن مصالح تركيا تختلف عن مصالح روسيا. أريد أن أذكر أيضا أن البرافدا قبل أيام
نشرت مقالا صحفيا تهاجم فيه تركيا وقطر والسعودية، وتعتبر أن هذه الدول هي وراء داعش، وراء الإرهاب، وراء كل ذلك. طبعا البرافدا هي جزء من الكاجيبي القديم، وهي جزء من البروباغاندا القريبة من الرئيس بوتين شخصيا، وبالتالي هذه إشارة روسية غير رسمية لهذه الدول بأنكم أصبحتم أعداء لي في سوريا. هذا واضح جدا أن البيانات الرسمية الغربية عندما تتحدث أن 90% من غارات الروسية هي ضد المعارضة المعتدلة، اللي هي معارضة ضد النظام في دمشق وليست ضد داعش، وأن هذه المعارضة ضد النظام هي بشكل معلن يعني مدعومة من قبل السعودية وقطر وتركيا التي استهدفها بيان البرافدا، وبالتالي بوتين يعرف من هم خصومه في المنطقة. بوتين عندما أتى إلى سوريا أتى ليضرب مصالح دول إقليمية، نتحدث عن سوريا، عن تركيا، عن قطر، عن السعودية. عن السعودية، ولصالح مصالح دول أخرى، نتحدث عن إيران أيضا. فبالتالي هذه الدول لها الحق أن تدافع عن مصالحها الحيوية في منطقتها. أنت يا روسي ليست منطقتك هي سوريا، هي منطقة تركية، ممكن أن تكون منطقة عراقية، منطقة لبنانية، منطقة إسرائيلية بالمعنى الاستراتيجي، ولكنها ليس منطقة روسية. فبالتالي يعني من الطبيعي جدا، ولكن بالمقابل سيد محمد قواص، الولايات المتحدة تقصف في سوريا، فرنسا تقصف في سوريا، ليس فقط روسيا. لكن الولايات المتحدة، أول شيء الولايات المتحدة هي جزء من تحالف يعني لديه دول طويلة عريضة. ثانيا أساسا يعني هناك لوم لهذه القوى أنها تقوم بقصف شكلي وليس صقف عادي، وحتى الآن لم تقرر استراتيجية أمنية حقيقية ضد داعش. ثالثا التدخل في الموضوع السوري حتى الآن يعني يناقش حاليا في بريطانيا، في فرنسا، وبعض الترددات في الولايات المتحدة، بينما روسيا تحمل مشروع. هي أولا تأتي للدفاع عن النظام، لأنه تعتبر أن هذا النظام هو نظام بإمكانه أن يقاتل الإرهاب والأصولية الإسلامية كل ذلك، وهي يعني هي عسكريا تغطي الفضاء، وميدانيا تعتمد على جيش النظام، وتعتمد على الميليشيات القادمة من لبنان التابعة لإيران، وبالتالي لديه مشروع خاص. زائد يعني الكذب الكبرى أن لروسيا مصالح في سوريا، منها يعني الموانئ العسكرية وكل ذلك، وطبعا هي تفصيلات يعني بإمكان التوصل إلى تفاهمات بشأنها. لكن أن تقتحم المنطقة وتخوض حرب دون خسائر، تريد هذه الحرب أن تخوضها دون خسائر، لا، هذه أول خسارة. هناك مقتل طيار، هناك سقوط طيارة. وأريد أن أذكر أكثر أنه قبل 3 سنوات هناك تم إسقاط طائرة تركية، قيل أنها أسقطت من قبل مضادات عسكرية سوريا، لكن تقارير المخابرات تقول أن الروس نزلوها، الروس هم من أسقطوا الطائرة التركية قبل 3 سنوات، وبالتالي كان طائرة مقابل طائرة. اليوم بوتين عليه أن يعيد حساباته، أنه أنت لديك وكالي، وأنا يعني بإمكاننا أن نفسر أكثر ما يعني أن وجود بوتين في سوريا هو لأن الغرب سمح لك أن تلعب في سوريا، وأنت وبالتالي هذه وكالة لك، لكن هذه الوكالة ليست وكالة مفتوحة، وأحد شروط الوكالة هو ما حدث لطائرتك. وهذه نقطة جد هامة، يعني البعض دكتور مازن رمضان يرى بأنه الولايات المتحدة استجرت روسيا إلى الساحة في سوريا كما استجرت من قبلها إيران لضرب هذين الطرفين. هل تعتقد بأن الروس بالفعل أتوا إلى روسيا ومن قبلهم الإيرانيين لملء فراغ تركته ربما الولايات المتحدة، أم هو بالفعل خديعة أمريكية لجرهما؟ الاحتمالات متعددة. أنا أتفق مع الدكتور محمد عندما قال أن الغرب أتاح لروسيا أو أعطى لروسيا وكالة، ولكن ليست وكالة مفتوحة، وأن على بوتين أن يدرك أن هذه الوكالة ليست مفتوحة. أنا تماما أتفق مع هذا الرأي، لكن أود الإشارة لكي أستطيع الإجابة على السؤال تفضلت به، الإشارة إلى مسألة أساسية. يعني بوتين عندما جاء إلى قمة الهرم السياسي الروسي في عام 2000 وإلى آخره، جاء وهو يحمل رؤية لمستقبل روسيا الاتحادية، مستقبل يعيد الحالة التي عاشتها روسيا القيصرية والاتحاد السوفيتي عندما كانت روسيا الاتحادية والاتحاد السوفيتي في
أوج القدرة على الفعل. إذن هو يحمل مشروع قومي روسي اتحادي، لكن هذا المشروع القومي الروسي الاتحادي يرتكز على مشروع أمن قومي هو الآخر يتأسس على ركائز ثلاثة أساسية. الركيزة الأولى الولايات المتحدة الأمريكية، والركيزة الثانية الاتحاد الأوروبي، والركيزة الثالثة هي الصين. ولأن هذه الركائز أساسية بالنسبة لتحقيق الأهداف المنشودة للأمن القومي الروسي لعام 2020، أنا لا أعتقد أن بوتين يعني يتطلع إلى خسارة الدعم الأمريكي له. نعم. لأن نجاح هذا المشروع القومي الروسي الاتحادي يعتمد على الدعم الأمريكي له بصيغة أو بأخرى. إذن بهذا المعنى إسقاط الطائرة الروسية كان رسالة غربية وليس تركية فقط، بأنه التفويض الذي أعطي لك هو محدود. طبعا بالتأكيد بالتأكيد. لكن يعني أنا مثل ما ذكرت في بداية الكلام، إسقاط الطائرة الروسية لم يتم بإحاد إيحاء غربي أمريكي، وإنما تم مثل ما ذكرت إدراكا إلى رؤية أردوغان أنه أضحى ذلك الفاعل المؤثر في تفاعلات المنطقة. سأتابع معكم ضيفي العزيزين، ولكن مشاهدينا بعد أن نتوقف في فاصل قصير ثم نعود، تابعونا. نفتح الملف السوري، نقلب صفحاته سويا، نطوف بكم بين شؤون الثورة السياسية والعسكرية، نسعى إلى توضيح الرأي وتجلية الغامض وتفكيك المتشابك وتحليل الموقف، نحاول قدح زناد العقل من خلال استضافة أهل الرأي والفكر ليقولوا رأيهم على الهواء مباشرة. كل هذا في سوريا اليوم على شاشة الحوار. في أمر أولي الأمر حق ضائع، قضايا لا تكشف، ومصائر في مهب الريح. حقوق الناس يأتيكم في هذه الأوقات. أهلا بكم من جديد مشاهدينا في قضايا وآراء. نحن نتحدث حول مستقبل الطموحات الروسية في المنطقة بعد إسقاط الطائرة الروسية. سيد محمد قواس، يعني ضمن الحدود التي ذكرتما بأنه وضعت للمشروع الروسي أو لبوتين في المنطقة بإسقاط هذه الطائرة، لوحظ بأن بعد إسقاط الطائرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وسع المنطقة الآمنة التي تسعى لها تركيا لتصل حتى البحر الأبيض المتوسط. هذه التصريحات أو هذا الموقف التركي الذي اعتبر متقدما كثيرا، هل هو ضربة أخرى أيضا بعد إسقاط الطائرة، ضربة أخرى للمشروع الروسي؟ هل هو يعني توضيحا لهذه الحدود للمشروع الروسي؟ تطور التصريحات هي اليوم، ويجب أن نعرف أكثر ما إذا كانت هذه التصريحات هي تركية المنبع
أم تم الاتفاق عليها مع الحلفاء الغربيين الأطلسيين؟ لأنه أساسا رفض فكرة المنطقة العازلة هو رفض أمريكي، لم يكن رفض روسي. حاليا طبعا روسيا ترفض. هل حاليا تم الاتفاق مع الغربيين بتمرير هذا المقترح؟ وهل أساسا روسيا التي تملك حاليا سيطرة كاملة على الفضاء السوري بإمكانها أن توافق على تضييق مساحة فضاء لتسمح لتدخل تركي ميداني على الأرض، وسيكون يعني أول وجود غير سوري لدولة كبرى عسكريا تدخل إلى الأراضي السورية وتكون شريكا في الحل القادم السوري؟ طبعا روسيا لم تتقدم بهذه المغامرة الكبرى لكي يكون لديها شركاء، هي كما يعني اتفقنا أنه دكتور مازن أن هناك وكالة غربية، وهذه الوكالة كل يوم نكتشف أنها وكالة حقيقية، يعني في فيينا 1 وفيينا 2 كان في تقارب واتفاق على مشروع حل كامل في سوريا ما بين الولايات المتحدة وروسيا، ما بين الغرب وما بين روسيا. وبالتالي روسيا حققت هذا الإنجاز الكبير، وأصبح دخوله السابق الذي كان يعتبر دخول بلطجي أصبح اليوم لديه شرعية. هناك قرار في الأمم المتحدة تم التصويت عليه من الجميع، وهناك كل العواصم موجودة، وهناك يعني رضا عن خارطة الطريق الروسية التي تم تقديمها. لا تريد روسيا أن تخسر ذلك، وبالتالي ليس لديها مصلحة بالتصعيد مع تركيا. لكن السؤال الكبير حاليا، هل فلاديمير بوتين بإمكانه أن يقبل هذا العناد الشخصي لرجب طيب أردوغان؟ لديه شعور أن الأزمة أيضا ليست بين تركيا كمؤسسات وروسيا كمؤسسات، الأزمة هي بين شخص بوتين وشخص أردوغان شخصيا. ويعني استطعتي أن أتصور كاريكاتوريا أنه أتت معلومة تقول أن هناك طائرة تحوم، فأردوغان قال أضرب، يعني بهذه الطريقة على النزق الشخصي. وبالتالي فلاديمير بوتين قد يرد بطريقة النزق الشخصي. لذلك مؤسسات الناتو، وزير خارجية أمريكا أوباما شخصيا الذي اتصل بأردوغان، في هناك تدخل لضبط هذا هذه الرسالة، هي رسالة أطلسية غربية تركية نريد ضبطها وإعادة تدجين هذا الوكيل الروسي لمصلحة الحل القادم. نعم. دكتور مازن رمضاني، يعني روسيا أتت إلى سوريا تحت شعار محاربة الإرهاب، داعش والإرهاب بشكل عام، ولكن كما قال سيد محمد قبل قليل بأنه 90% من ضرباتها هي ضد الثوار، ضد المعارضة المعتدلة. المجتمع الولايات المتحدة منذ عامين تقصف تحت شعار مكافحة داعش، فرنسا دخلت بعد عمليات باريس الإرهابية أيضا تحت مسمى محاربة داعش. أيضا التحالفات تتغير، نحن لاحظنا تنسيقا فرنسيا روسيا في محاربة داعش في سوريا. اليوم بعد إسقاط الطائرة، هل سيؤثر ذلك على التحالفات بمقاومة داعش، وهل ستؤثر على هذا التنسيق وعلى الحرب ضد الإرهاب، خاصة في ضوء للأسف لم نستطع أن نتابع بشكل كامل خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي وجه ما يشبه الاتهام، كان خطاب مصارحة، وجه ما يشبه الاتهام إلى الجميع بأنه لا أحد صادق في محاربة الإرهاب. يعني أنا لم أسمع هذا الخطاب، لكن أطرح السؤال، هل هناك جدية حقيقية لمحاربة ما يسمى بداعش؟ هل هذه التحالفات أكثر من 60 دولة تقاتل ما يسمى بداعش، ولا زالت داعش تتمدد في أماكن مختلفة ومتعددة ومتنوعة جغرافيا وسكانيا وإلى آخره؟ فإذا كان التحالف جادا في قتال ما يسمى بداعش، لكان قد انتصر على داعش. داعش ليس ذلك البعبع الذي لا يمكن يعني التعامل وإياه. 60 دولة تستخدم السلاح وداعش، ولا زال داعش. إذن ربما، أنا لا أدري، لا أستطيع أن أؤكد، وربما
لا تتوافر الجدية والنية الحقيقية لهذه الدول في محاربة داعش، وبالتالي هم يوظفون داعش لأغراض خاصة بهم استراتيجية وسياسية وسواها. إذا افترضنا العكس، إن هذه الدول تتوافر على إرادة محاربة ما يسمى داعش، إذن إسقاط هذه الطائرة سوف ربما يفضي إلى دعم هذه التحالفات الدولية بالاتجاه الذي قد يفضي إلى الحد من قدرة داعش على إيقاع الضرر هنا وهناك. إذن الإجابة على سؤالك يتوقف على مدى جدية أو عدم جدية هذه الدول، سواء كانت الولايات المتحدة، فرنسا، روسيا وسواها من الدول التي تشترك في تحالفات ضد داعش، هو الذي يعني يفيد نعم. بالنتيجة المرجوة. سيد محمد قواس، يعني في خطاب الرئيس التركي قبل قليل، دخلنا الاستوديو وكان ما زال الخطاب، هو كان ما يشبه وكأنه يرد على اتهامات بوتين بأن تركيا تدعم الإرهاب. وبوتين بالمناسبة في قمة 20 في أنطاليا وجه الاتهام إلى 4 دول حاضرة هذه القمة بدعم الإرهاب. يعني الرئيس التركي قال بأن اسألوا، قالها حرفيا، اسألوا بشار الأسد من يشتري البترول من داعش، اسألوه من يقدم له الدعم المادي وغيره. يعني هذا الخطاب كيف يمكن أن نقرأه في ظل يعني هذه المواجهة التي أصبحت ظاهرة للعيان اليوم بين، وأنت شخصنتها، بين أردوغان وبوتين، مع أنه الحكومة التركية قالت بأنها قدمت أو أبلغت روسيا منذ فترة بأنه ستستخدم قواعد الاشتباك؟ أولا، خطاب أردوغان الذي طبعا لم نسمعه، لكن يعني كان أخباره موجودة عنا بشكل أو بآخر، واضح جدا أنه كان أول بيان أو أول تصريح أو أول شيء رسمي يخرج عن تركيا يحدد نوعية علاقتها الملتبسة مع داعش. ليس لنا علاقة بهذا التنظيم، نحن ضحايا لهذا التنظيم، وقد يعني ارتكب في الأسابيع الأخيرة على الأقل اعتداءين كبيرين في تركيا. اسألوا من يمول هذا التنظيم، وطبعا السؤال الكبير مسؤولية دمشق في خلق هذا التنظيم، وطبعا هناك يعني اتهامات حتى لبغداد في مسؤولية من هذا النوع. لكن حتى نكون موضوعيين، كما قال دكتور مازن تماما، داعش ليس تنظيما عجائبيا لا يمكن قهره ويأتي من كواكب أخرى، هو اختراع له علاقة إما بأهل المنطقة إما بأجهزة موجودة في العالم. كنا نعرف تماما أن الجهاديين الذين تحركوا في أفغانستان تحركوا لأسباب داخلية بيتية، لكن أيضا بدعم من مخابرات دولية ومخابرات إقليمية. نعرف تماما أن إيران وأن سوريا استخدمت الأصوليين والجهاديين لإرسالهم إلى العراق ضد المحتل الأمريكي آنذاك، وبالتالي علاقات كانت موجودة. نعرف جدا أن قيادات كبرى من القاعدة كانت موجودة في إيران، وأنه كان لديهم علاقات مع القيادة الأمنية الإيرانية. لا نريد أن نبرئ أي دولة في المنطقة، سواء كانت لها علاقة حدودية أو غير حدودية، من علاقتها بجماعات معينة. طبيعي جدا أن تكون هذه الجماعات ندا لخصم معين على مستوى استراتيجي يتم التعامل معه. وأنا قرأت كتاب هنا صدر في بريطانيا حول علاقة الأجهزة المخابراتية البريطانية بالجماعات الإسلامية، وكانوا يعتبرون أن هذه الجماعات نعرف تماما أنها ضدنا وأنها تكرهنا، لكننا نستخدمها ضد خصمنا الأول أيام الاتحاد السوفيتي. وبالتالي هذا واضح جدا. الآن إذا كان، وبالتالي لو نريد أن نفهم، داعش هي نتاج عدم اتفاق دول المنطقة والعالم على تسوية ما، وطالما عدم الاتفاق موجود فداعش هي جزء من الوسائل الموجودة للمناكفة الداخلية. نعم. عندما يتم الاتفاق بين تركيا وبين إيران وبين أهل الخليج وبين الغرب وبين روسيا على تسوية معينة في المنطقة، داعش تفقد
مبرر وجود فتخت. طيب دعونا نشرك معنا في هذا الحوار الدكتور صدقة بن يحيى، عضو مجلس الشورى السعودي وأستاذ العلوم السياسية، ينضم إلي من الرياض. ورحب بك دكتور صدقة. إذن ضمن هذا الصراع في الإقليمي وبعد إسقاط الطائرة الروسية، لوحظ بأن هناك تهديدات روسية ولو أنها غير رسمية من صحيفة برافدا، وأيضا مستشار للرئيس بوتين وجه تهديدات إلى السعودية وإلى قطر بالقصف الصاروخي. هل هذا يشير إلى تهديدات مباشرة روسية للسعودية وقطر بالتراجع عن تحالفاتها الإقليمية مع تركيا، أم يخص فقط هذا الأمر الشأن السوري في قضية دعم الثوار في سوريا؟ لا شك أن الأوراق اختلطت في هذه المنطقة بسبب العوامل أو العناصر التي تؤدي دائما إلى جعل منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية بصفة عامة أكثر مناطق العالم اضطرابا وسخونة وقابلية للانفجار وعدم الاستقرار. هناك الكثير من العوامل، أذكر منها الطائفية المذهبية الإسلاموية، التحرك الإمبريالي الصهيوني، إضافة إلى التحركات الروسية وتحركات الدول الإقليمية الرئيسة في هذه المنطقة. هناك تناقض في الأهداف فيما بين معظم هذه الأطراف، ولكن يمكن للمراقب أن يرى تيارين، تيار يعني ممكن نقول روسي ومعه تحالفاته ومنها إيران وغير إيران، وتيار غربي طبعا تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك تناقض في المصالح، وهناك حرب ساخرة على الأرض. أستطيع أن أقول أنها حرب بالوكالة، ونرجو يعني هي بوادر حرب إقليمية شاملة قد تتطور لحرب عالمية شاملة بين الجانبين. في الواقع لتفادي هذا الاصطدام الرهيب الذي لن يكون في صالح أحد وليس في صالح العالم، يجب على كل هذه الأطراف أن تجتمع وتضع نهاية لهذه الصراعات التي اكتوت بها هذه المنطقة. الشعب السوري الشقيق أكثر الأطراف معاناة، فعلى أرضه تقوم حرب إقليمية شاملة قد تتطور إلى حرب عالمية شاملة لا سمح الله، ولكن هذا احتمال وارد. السبب الرئيس لما هذه المنطقة فيه من اضطراب هو الاستبداد السياسي وعدم وجود أنظمة تستوعب القوى المختلفة في المجتمع في إطار دولة مدنية تعطي كل ذي حق. هذا يطرح تساؤلا دكتور صدقة، الدول العربية أين تقف من هذا الاشتباك الدولي الذي ربما يؤدي كما تفضلت إلى حرب عالمية ربما أو حرب بالوكالة؟ أين تقف أو أين يجب أن تقف الدول العربية؟ الدول العربية يجب أن تقف مع الشعوب العربية. هناك شعوب عربية تعاني، الشعب السوري، الشعب العراقي، الشعب الفلسطيني، الشعب اليمني، الشعب الليبي، كل الشعب المصري أيضا، كل هذه الشعوب تعاني وتعاني لا شك أن من أسباب ذاتية داخلية ومن أسباب خارجية، منها طبعا الصراع الدولي في المنطقة. فالدول العربية يجب أن وحكومات الدول العربية يجب أن تقف مع الشعوب العربية، ولكن على الأسف نجد أن هناك حكومات عربية تقف في الجانب المضاد للشعوب العربية. يعني هناك من لا يكترث بمعاناة الشعب السوري، هناك من لا يكترث بمعاناة الشعوب العربية الأخرى. ولذلك نستطيع أن نقول أن الدول العربية انقسمت، قسم يتبع الشرق وقسم يتبع الغرب، وهذا مع الأسف يعني مواقف منحازة في غير صالح معظم الشعوب. نعم.
أشكرك جزيلا دكتور صدقة بن يحيى، عضو مجلس الشورى السعودي وأستاذ العلوم السياسية، كنت معي من الرياض. دكتور مازن رمضاني، أنت قلت قبل قليل في الجزء الأول بأنه الدول العربية تفتقد إلى المشروع وهي ربما تائها ضمن هذا الصراع، ولكن على كل حال هناك دولتين موقفهما واضح، متحالفتان إلى حد ربما كبير مع تركيا، المملكة العربية السعودية وقطر. الحقيقة هناك تقارير تتحدث عن أن روسيا بالتعاون مع إسرائيل ضمن الأوراق، أوراق اللعبة في المنطقة، تسعى إلى تدشين دولة كردية ربما في الشمال السوري لمناكفة تركيا. بالمقابل لوحظ بالأمس وكالة الأنباء السعودية تتحدث عن الأحواز العربية المحتلة من قبل إيران، وهي ربما للمرة الأولى يتم الحديث عن ذلك. يعني هل هذا يشير إلى أن العرب بدأ لديهم يعني استفاقة على مشروع ما مقابل المشروع الآخر؟ نعم أنا أتفق، عاصفة الحزم هي باجتهادي بداية هذا المشروع الذي افتقرنا إليه منذ عقود. ورد خلال الكلام أن روسيا الاتحادية هددت المملكة العربية السعودية وقطر. نعم. أعتقد أن هذا التهديد هو لفظي، والسبب يكمن في حرص روسيا الاتحادية على بناء علاقات وطيدة مع دول الخليج العربي، بالإضافة إلى بناء علاقات وطيدة مع الأصدقاء القدامى من العرب. يعني إذا تذكرنا مرحلة الاتحاد السوفيتي، دول الخليج العربي كانت خارج العلاقة مع الاتحاد السوفيتي السابق. نعم. علاقات الاتحاد السوفيتي السابق كانت مع العراق، مصر، ليبيا، سوريا، يعني بضعة دول عربية. بوتين منذ أن جاء 2000 في سنة 2000 بدأ بزيارات إلى دول الخليج العربي، هذه الزيارات أفضت إلى عقد اتفاقيات بمليارات الدولارات اقتصاديا وعسكريا وتقنيا إلى آخره. وبالتالي هذه العلاقات الروسية الاتحادية الخليجية العربية مهمة جدا بالنسبة إلى روسيا الاتحادية. وأنا يعني من منظور التخصص لا أعتقد أن روسيا الاتحادية وهي تسعى إلى حل مشاكلها الداخلية ولا سيما الاقتصادية مستعدة للتفريط بهذه العلاقات الوطيدة مع دول الخليج العربي. وبالتالي هذه التصريحات بقصف المملكة العربية السعودية وقطر هي لأغراض الدعاية والإعلام ولا شيء آخر. يعني. طيب سيد محمد قواس، يعني الرئيس بوتين قال بأن تداعيات هذا إسقاط الطائرة الروسية ستكون له عواقب وخيمة. السؤال الذي يطرح اليوم ويطرحه كثيرون، ستكون عواقبه وخيمة على من؟ ويعني كيف ستكون عواقبه على المشروع الروسي في المنطقة؟ يعني أعتقد أول شيء بوتين يتحدث بلهجة القيصر الروسي الذي ينتصر دائما في عملياته العسكرية في جورجيا وفي أوكرانيا، وفي هو طبعا يتوقع أن ينتصر أيضا ويحقق انتصار في سوريا. علاقات الوخيمة، أولا يعني هناك كان عتب كبير روسي على المملكة العربية السعودية أن المملكة العربية السعودية تنتهج سياسات لها علاقة بالنفط، وأن هذه السياسات مؤذية للنفط الروسي والغاز الروسي الذي تعتمد عليه روسيا. في مقارنة الاقتصاد الروسي بالاقتصاد الأمريكي، طبعا لا يمكن مقارنة. روسيا لا تستطيع أن تخوض حروبة دون أن تدفع الثمن. زائد أن هذه المنطقة ليست منطقة ولم تكن يوما، يعني حتى عندما أشار دكتور مازن إلى علاقات الاتحاد السوفيتي أيام الاتحاد السوفيتي بالمنطقة العربية، أنا أعتقد يعني قابلت أحد المسؤولين العرب يوما ما فقال لي أنه سمع في موسكو أن الزعماء العرب أو الدول العربية تتقرب لنا نحن الروس لكي تصبح علاقات متينة مع الولايات المتحدة الأمريكية. كانوا يعتبروا أن هذه المنطقة العربية هي منطقة أمريكية وليست منطقة
السوفيتية. وأن العلاقة ما بين هذه المنطقة والعربي والمنطقة العربية ليست علاقة استراتيجية، يعني بالمعنى أنه عندما أرادوا أن يدخلوا إلى أفغانستان كان يعتبروا أنه أفغانستان هي علاقة استراتيجية، وبالتالي عليهم تغيير النظام لأنه له علاقة بالأمن. لكن في 73 كان في جسر جوي ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ولم يكن هناك جسر جوي ما بين الاتحاد السوفيتي ومصر وسوريا. وبالتالي يعني عيب نحكي عن هذا الحليف الروسي. لا، وزائد نعرف جدا أن الحليف الروسي كنا نشتري سلاح من روسيا بأموال، وهذه الأموال كانت تدفع إما من الجزائر إما من ليبيا إما من دول الخليج لصالح مصر وسوريا وكل ذلك. بالتالي يعني الكلام أنه حتى عند بعض القوميين العرب وبعض اليساريين العرب هناك عودة إلى موسكو ويعني استقواء بهذا بالكرملين. وزائد أريد أن أذكر بشيء آخر، أنه عندما تدخل الجيش الطائرات الروسية في سوريا، الكنيسة الأرثوذكسية تتحدثت عن حرب مقدسة. طبعا الكنيسة الأرثوذكسية ما زالت حتى الآن لها حنين إلى القسطنطينية الموجودة في تركيا الحالية. أريد أن أذكر أكثر أنه تحدثنا عن أزمة شبه جزيرة القرم. طب شبه جزيرة القرم كانت عثمانية. بالتالي هذا التناقض يعود من جديد، تاريخ يعود من جديد للترجل إلى حاضرنا. وللأسف بعض المثقفين العرب دعوا وبعض الإعلاميين العرب دعوا إلى مناصرة بوتين وروسيا ضد تركيا والرئيس أردوغان. هذا له علاقة بالاصطفافات الداخلية العربية. نعم مش صحيح. دكتور مازن رمضاني، كيف سيكون إسقاط الطائرة باختصار لو سمحت؟ انتهى الوقت للأسف، ولكن سأعطيك دقيقة. كيف سيكون انعكاس إسقاط هذه الطائرة الروسية على مستقبل روسيا في تحالفاتها وفي وجودها وقبولها في المنطقة؟ يعني أمامنا ثلاثة مشاهد حقيقة لمستقبل الحركة الروسية الاتحادية في المنطقة. فأما المشهد الأول، أما ترتقي العلاقة أو تتراجع العلاقة، أو نكون أمام مشهد يجمع بين الارتقاء والتراجع. هذا جراء التقاء وابتعاد المصالح اولا، وجراء ثانيا اكلاف الافعال يعني الكوست بنفيت، الكلفه والارباح للافعال السوفيتيه حيال القوى العربيه المؤثره في التفاعلات العربيه في الوقت الراهن. وبالتالي انا لا اميل الى القول ان هنالك مشهد واحد مستقبلي يقترن بالعلاقه بالحركه الروسيه الاتحاديه في المنطقة، وإنما مشهد مركب من ارتقاء وتراجع، ترتقي وتتراجع العلاقة في آن واحد جراء مثل ما ذكرت التفاعل بين المصالح اقترابا وابتعادا. أشكركما جزيلا ضيفي العزيزين، الأستاذ محمد قواس الكاتب والإعلامي، شكرا لك على حضورك معنا. كما أشكرك دكتور مازن رمضاني أستاذ العلوم السياسية ودراسات المستقبل، شكرا لك على حضورك معنا. دكتور محمد قواس، نعم المعذرة خلاص على كل حال. كما أشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، ألقاكم دائما بخير، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم.